ماشي على الطريقه نتاعنا المغربيه، على الطريقه نتاعهم التركيه. هو كيتكال بارد وبنين بزاف، وهو على شكل ديسير. غادي نحتاجوا له جوج الكيسان تاع الماء سخان، كاس نتاع الرز صغير، كي كتشوفوا الكيسان صغار، واحد ساشي نتاع فاني، وكاس نتاع سنيده، واحد لتر نتاع الحليب، وربعة نتاع المعالق صغار نتاع النشا اللي غادي نخلطهم مع ربع كاس نتاع الماء بارد. غادي تشوفوا الطريقه كلها. بعد ما كيطيب لنا الرز وكيرجع على هذا الشكل، كيكون مازال ما طابش مزيان، المهم كيشرب هذاك الماء اللي فيه وكيرجع على هذا الشكل. غادي نزيد له يترون تاع الحليب وكاس نتاع يترون تاع الحليب وكاس نتاع سنيده والباكين تاعنا نتاع فاني، ونخليوه يزيد يكمل الطياب. حاولوا فاش ديروا الماء نتقلوا العافيه على الرز بحال يطيب لنا مزيان، ومن بعد فاش كندير الحليب حتى هو كنقلل العافيه، ما كنجهدش العافيه بحال كيكمل داك الرز نتاعنا طياب، خصو يكون طايب مزيان. بعد ما البنات يبدا يغلي لنا الرز بحال هكا وكيكون بحال كيولي لنا شي شويه بحال كنقولوا معسل، دقيق الكبك بحال ثقيل معسل الحليب بحال هكا كيبدا يغلي، غادي نزيدو النشا نتاعنا اللي غادي نخلطوها مع ربع نتاع مع ربع كاس نتاع الماء بارد. بعد ما كتضيفوا النشا مباشره كتلاحظوا انه كيبدا يتقاد، غنخلطوه هي واحد 5 دقائق ونطفيو عليه. القوالب نتاع الفران كنكونوا حنا شاعلين الفران تاعنا كيسخن، كنخليهم حتى كيديروا واحد الطبقه من الفوق، يعني كنخليهم يبردوا شويه لحقاش هذيك الطبقه الا ما تكوناتناش من الفوق كي كنعرفوا تكون بحال واحد الجليده، يعني غادي نخليهم يبردوا غير واحد شويه ماشي بزاف، غير الا ما غادي يسخن لي الفران واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقة. بعد ما كتكون هذيك الجليده من الفوق هي هذيك اللي غادي فاش كندخلوه الفران كتحمر، نخليهم غير واحد 10 دقائق على ما يسخن لي الفران وغادي ندخلهم مباشره للفران. البنات بات 10 دقائق كي كتلاحظوا كتكون واحد الطبقه من الفوق هكا لامعه
فاش كنخليو الرز بالحليب يبرد راه كتكون عندنا هذيك الطبقه. غادي ندخلوه للفران 230 درجه. غادي نديروه في با ماغي. انا غادي ندير دابا الماء خصو يكون سخون لحقاش غادي نخليوه غير 5 دقائق غير كيتحمر صافي كنخرجوه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفران تاع الضو 230 درجه لمده 5 دقائق وكنشعلو اللي عندهم الرياحه كنشعلو هذه الفونتيلاتور باش كيتحمر لي كلشي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الفران تاع الضو البنات غادي نشعلو غير الفوق الفران الفوق العافيه الفوق وغادي تكون العافيه شويه مهيله ماشي مجهده باش ما يتحرقوا ليش دغيا ونخليوهم حتى يتحمروا لنا وعاد ديك الساعه كنخرجوهم من الفران 5 دقائق كيكونوا تحمروا. وبالنسبه على كل وحده وكي داير فرانها مثلا الا تحمرات لي هاد الجهه وهاد الجهه مازال غير كندور لاطان تاعي وكنخليها تحمر وصافي وبالصحه والراحه. ندخلوهم الفران ومور داكشي نوريكم كيفاش كيكونوا. هاد الوقت اللي غادي نكون انا كنحمر فيه تكونوا كتحمروا فيه سوتلاج في الفران غادي نوجدو باش غادي نزوقوه. انا بغيت نزوقو بهذا البندق ما عرفتش سميتو بالعربيه كنت بالعربيه سميتو البندق هذا البندق. غادي نهرمشو بغيت نوريكم انا عندي الماكينه مي بغيت نوري البنات اللي ما عندهمش الماكينه كيفاش تقدروا تهرمشو مثلا هذا ولا اللوز ولا اللي كان غادي نوريكم كيفاش تهرمشوها او لا اللي ما بغات توسخ الماكينه على شويه نتاع 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 اللوز ولا هذا غنوريكم كي عاد ديروا له. انا غادي ندير البندق ثم تقدوا تزينوه بالكوك معلقه صغيره نتاع الكوك من الفوق او لا باللوز او لا بالقرقاع او لا غيب بالقرفه وغيب القرفه من فوق وهكا هما الاتراكيه كيديروا البندق يا كيديروا القرفه فقط هادو هما اللي كيديروا. المهم انتم عندكم الحق تزينوه باش ما بغيتو وكاينين تا يا كيديروا فيه هما الاتراك كيديروا فيه يا القرفه يا البندق يا ما كيديروا حتى حاجه والو. المهم انا غادي نوريكم كيفاش ديروا تهرمشوا هذا غادي ناخذ واحد الميكا بحال هكا غندير فيها شويه بحال هكا نعاود نشدها تاخذوا الدلاك نتاعكم ضربيهم شويه بحال كتدلكي العجينه وكتبقاي تشوفي على شحال ما بغيتي واش بغيتيه كبير واش مازال مثلا انا مازال بغيتيه مهرمش شحال ما كتصاوبي او صافي ها هو تهرمش كنخرجوهم البنات من الفران كيجيو بحال هكا
كيتحمروا بحال هكا غادي نديكوريوهم من الفوق. انا كي قلت غادي ندير هذا البندق، نتوما تقدوا تخليوهم هكا ما ديروا لهم حتى حاجه، تقدوا ديروا فيهم غير هذا القرفه من الفوق، وتقدوا تقدموهم بحال هكا. اكثريه في تركيا كيقدموهم بلا حتى حاجه، غير هكا هكا محمرين هكا من الفران، تيقدموهم ما كيديروا فوقهم حتى حاجه. انا بغيت ندير هكا مختلف بحال هكا، كيجي كتخليوهم يبردوا. انا غادي نزولهم من هاد اللاطا، خلاص تيبردوا شويه نزولهم. كتخليوهم يبردوا مزيان وعاد كيتقدموا باردين، يعني تقدروا تخليوهم هي على برا يبردوا مثلا الا كان البرد، اما في الصيف ضروري خصكم ديروهم في الثلاجه وتخليوهم يبردوا في الثلاجه وكيتقدموا باردين وبصحه والراحه. كنتمنى تجربوا الوصفه، ولا عجبتكم كنتمنى تخليوا لي التعليقات نتاعكم، وكنتمنى البنات اللي جربوا الوصفه يخليو التعليقات ويصيفطوا لنا حتى لي فوتو، يصيفطوا لي دي فوتو كيخرج لهم السوتلاج حتى انا نشارك معكم ونشوف الوصفات نتاعي واش ناجحين ولا لا.